تاخد سيجاره يا فارس. البنت دي مش لاقيه حد يلمها من يوم ما اتطلقت وهي دايره على حل شعرها كده. بس سيب كل واحد في حاله يا انور. ايوه يا عم، ما هي في الرايحه والجايه هنيها عليك. طب بذمتك يا فارس، بذمتك انت يا سيجاره مش هتقطع الشغلانه ده معايا؟ عايز ايه يا غالي؟ مالكش دعوه بنت عزيزه. اه مش هتعطلني شغلانه عشان شغلتك يا اخي. كده كده يا اخي الواد ده عجيب قوي، حتى كوبايه الشاي مش عايز يقعد يشربها. تعرف ده بيموت نفسه عشان قال ايه؟ عايز يتجوز، وقبل ما يجي معاد جوازه ويكون خلص غلط. ما قلتليش يا فارس، بذمتك بذمتك ما وصلتش. اخي خليك في حالك يا اخي. فارس صباح كده يا فارس. ايوه رزق. بقول لك ايه، ما تروحش الحته الليله، عايزك ضروري. طيب مش هتبطل التقل ده؟ عامل ولا كانك شفتني. بقول لك ايه، امك اخبارها ايه اليومين دول؟ بتنم المغرب. وابنك؟ ابوه خده يعيش معاه، قالوا له ارفع قضيه، لكن القضيه محتاجه مصاريف ووجع قلب. بسير على الهوا يا بطلنا كتير، عينيا ليك يا منجاها. ايوه يا جاد. محسن ايه ده؟ انت مركب الورق؟ مش عندك مخ يا انا بتشغله. هنا ثلاثة شاي. حاضر. وعندك ثلاثة شاي واثنين بندق. انا الباسبور بتاعي جاي، وهجي لك واجيب لك خمسة معايا كمان. فرز وعقود. كويس؟ كويس. المهم ايدك على الفكة قبل أي حاجة. أنت اللي تقعد يا بشير. مش كراوي. أحوال أجل طبيعي. مناديل شربة. محدش سأل عليا يا عربي. مين بس هيسأل عليك يا أستاذ إسماعيل؟ ما تروق بقى. أصل أنا مديهم عنواني في التلفزيون على هنا. راح تتربوش، روح شوف عربية سنكرة وتعالى. دور طلع نص جنيه. هو أنت لقيتوش يا بيتر النهار تطلعوا بالليل؟ ساكن. وما أنت حسب سيدنا الأعمى. ده هف مني ثلاثة جنيه. أعوضهم لك ما تبقاش شيخ بيقول. أنت حرامي. لو مسكتني بسرق حلال عليك العشاء. على كام؟ جنيه والمشاريب. ماشي. ولا عربي. ايوه جاي. مش هتوزع بقى؟ قول 2 جنيه. نعم 2 جنيه ليه؟ وتلات قرصات وترماي. انا 53. مفيش. الماتش بجدنا الواد سيبه مكسور ومش هيلعب. الاهلي هتنزل باب جديد. ماليش مزاج انا. ازاي بقى؟ انا اتفقت مع كابتن محروس وقبضت منه العربون. امسح اسكندرانك. مش وقت وحياة امك. نص ناس كتير. اتكل على الله. ممكن عشان تفضل نفسك. معلش يا فارس، مره كده ومره كده. اديني 3 جنيه. مرة قد ايه على الماتش؟ 10 دقايق. زي اتفاقنا يا كابتن محروس 30%. بلاش طبعا يا رزق 20% زي كل مرة. الله. اقول لك ايه؟ ماتش لسه ما ابتداش. هتسوق لبط مع بعض مفيش داعي. هو كده 20% واحمد ربنا. وانا بقى ما اتكلش يا وانت ولا مؤاخذة. استنى بس يا رزق، رايح فين؟ هاخد فارس ونمشي. اه ازاي بس؟ ده الماتش هيبدا. طب بصراحه بقى حسن يا سليم، انت كمان ما ردكش كده. الله، عايز يبلعني في كرش. لا دي الناس كلها جايين لي عشان تقوم تبيع وتشتري فينا. انا صرف عليه دم قلب يا جدع. يا اخي اقعد كده بلا مهيصه تلغى. سؤالنا محروس بعد كده. طب وديني النبي ما هنلعب فيه الماتش ده، وشوف بقى اللي هيحصل. ما تصنع النبي بقى يا رزق، الراجل ما يقصدش حاجه. طب بقول لك ايه، نقسم البلد بلدين 25%. 30%. احنا اتفقنا على كده يا حسني. عشان خاطر
عشان خاطر حسن سليم صاحبك. الله كمان يا رزق ما ماشي اللون ده بقى. طب عشان خاطرك انت بس يا كابتن حسني نخليهم 25% بس على شرط اقف على الايراد لحد التذاكر ما تخلص. مساء الخير يا كابتن. اهلا كابتن حسني. نوفي وشرف. خليها. بقول لك ايه؟ الليله ليلتك، عايزك تجيب 5 تجوان على الاقل. ربنا سهل. وخلي بالك الواد سيد مصورة الباب بتاعهم ما بيعرفش ينط كويس، بيرقص على الارض زي الجن، انما فوق ولا بمليل. وخلي بالك الجون بتاعهم اشول. مش على رال ولا ايه؟ معلش يا معلم، مش عايزك تخسر يا معلم. ماشي. اسمه ايه؟ في 2 جنيه ب 14 جنيه. 12 13 14 وكمان 10 جنيه نصيبك في الرهانات. نقسم منهم بقى 3 جنيه ونص اللي دفعتهم لك في القهوة. يا جدع بطل سرقة بقى، ده انا دافع 3 جنيه بس. أيوه كسيتني يا أخي. ما تخصم كمان حق الأكل. لا حد انت اللي هتدفع الليله. اديك متريش واخر فل اهو. اسمع يا رزق، الطريقه دي مش هتنفع معايا. طريقه ايه؟ انا اسمع ما اقول لك، اذا كان عندك حد تاني يديلك اكتر انا تحت امرك. اه لكن تطمع؟ لا العمليه مش جايبه همها بصراحه. بقول لك ايه؟
ما اذا كنت شايف لك شوفه تانية قول عليها. اللي انا شايفه بصراحه بقى رزق انك انت بتسرقني، والغريب ان مفيش حاجه بتبان عليك، تكسب ما تكسب اقرب زي ما انت. بتودي الفلوس دي فين؟ ما تكونش بتبلبع. ما ارفعي مساء الخير. مساء النور. الظاهر في حاجة كبيرة. لا وقتيلة في الدور الخامس. انت عارف البيه القرفان ده؟ ده رئيس مجلس إدارة. شفت كان هياكلني بعينيه ازاي؟ انت مش مصدق؟ ما يغركش المنظر، انا عارفاهم، دولش على ما فيش. ما انت راجعه بدري للعب يعني. اخر الشهر بقى والناس مضروبه. عايزه ايه مني يا بنت الكلب؟ ما تنام بقى. انت على طول؟ ده اذا عرفت من الاذاعه اللي جنبك. اذا قلقت تبقى تعالى اشرب لك كوبايه شاي. طيب. انا هروح على الكلب ولا على اولادي؟ يا ولد الكلب ده انتوا بتاكلوا ب 20 جنيه يخرب بيوتكم. على الدنيا يا ناس. الولية المقتول اللي ساكن عندكم يا فارس؟ اه. قتل من اجل السرقة. هما حققوا معاك يا فارس؟ هو لازم يحققوا معايا، مش انا من سكان العمارة؟ سكان العمارة ايه يا عم فارس؟ ده انت من سكان السطوح. يعني في العمارة بالاسم بس. في ناس بيسألوا عليك يا فارس. حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة، بس النهارده أول الشهر، أنت ناسي؟ طب وإيه يعني؟ ما أنا كل شهر بعد عليك يوم خمسة يوم ستة، إشمعنى الشهر ده بس أربعة أوي يعني؟ أصل 15 جنيه اللي بتديهم للواد ما عادوش ينفع. يعني أنت هتطلع أنصح من المحكمة؟ المحكمة حكمت بكده. بس المحكمة ما تعرفش إنك بتكسب من الكورة. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز إيه يعني؟ ما أنا قلت لك، وكمان الواد مدوخني. ماله؟ بيزوغ من المدرسة، وطول النهار يلعب في الحار، أضربه مضربه مفيش فايدة. وتضربي لي ايه؟ طبعا ما انت عايز يبوس في المدرسه ويطلع صايع زيك. روح انت دلوقتي، وانا يوم الجمعه عدى عليك. وكمان في حاجه تانية عايز اقولها لك. شكلك كده بتحرجني على حاجه من الصبح. انت عايز ايه؟ اصل جاي لي عريس وعايز يتجوزني. ايه؟ ايه مال؟ بقول لك جاي لي عريس شغال في وزارة الصحة وساكن فوق نادية صاحبتي. يعني ايه؟ يعني هتجوز، عندك مانع؟ يعني انت بقى جاي عشان تقولي لي الكلام ده؟ ما تتجوزي ولا تروحي في 60 داهية، انا مالي؟ بس الواد طبعا البي بتاعك مش عايزه معاه. لا انا قلت له عليه وافق انه يعيش معانا، اصل مراته ماتت وسابت له بيت هتتربى ويا الواد. جرى يا عم فارس؟ ما تيجوا تشربوا قهوة في المكتب احسن. بقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثة ده لو اتجوزت لك كنت واخد الواد، وعمرك ما هتشوفيه، أنا بقول لك أهو. ده بعينك. بص على يالا، بص على إيه؟ إيه التماحيل دي؟
هي عايزه ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه. عايزه ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. روحي شوف الشباب لاديك وشي. الله، هتطلع غلبك عليا ليه؟ في السكة ومستعجل على ايه؟ شوف لي السكة لأمك تكون صح. أنا لسه مشقرة عليها. مالك؟ مفيش. أنت لسه بتحبها؟ ما تشيلها من دماغك يا فارس. فكر في واحدة بتجري وراك، مش انت اللي تجري وراها. انا ما بجريش ورا حد. عمال تقول لي لما يجي لما يجي اهو جه اهو. معرفش انا عايزه ليه؟ هكذا ده حرام. اللي بقى سيء اللي بقى سيء مو اللي بقى حرام اللي بقى اللي بقى فارس ده حلم ولا علم؟ اتفضل يا سيدي ما تهونيش في الادب بعد كده. يخرب بيتك ده انا ما عرفتكش. ازيك يا شعبان؟ ازيك يا ابو الفوارس؟ ازيك يا ادم؟ ايه العربيات الحلوه دي؟ تحب تجرب؟ ايه خايف عليها؟ لا تنسها يا عم ولا يهمك في غيرها وغيرها. هتقول لي متين استغفرك يا كابتن. عايزين نلعب. انتوا لسه بتلعبوا اللعبه المهببه دي؟ مين؟ كابتن شعران ما بتجيش في التلفزيون ليه؟ تعال العب معانا شويه. خلاص بطلنا كان زمان. ازيك يا كابتن شعبان؟ ازيك؟ خلاص بقى انت وهو يلا العبوا. انزل يا ابني تدشدش. ولاد حرام يا اخي. لا وحياة امك ده ابن حلال مصافي. ابنك؟ في الكرة مفيش نص نص، يا اما تبقى فوق والناس تهلل لك في الشوارع، يا اما تبقى عادي بقى واي كلام. وانا الحتة دي كانت وجعاني قوي، قلت لنفسي على ايه؟ خدتها من قصرها وخرجت قبل ما يستغنوا عني. لكن انت بقى لو كنت فضلت في النادي كان زمانك بقيت نجم مصر كلها. انت ايه اللي حدفك على الحارة النهارده؟ جاي ابيع بيت العيلة. انت عارف حتة بيت خيبان بقيت جاي عشان يجي خمس مرات. ابوك ازاي؟ عيش انت. وانا من قبل ما يموت ما جيتش الحارة. حاولت اخده معايا المهندسين يشم شوية هوا نضاف مرضيش. الله يرحمه كان غاوي فقر. اه في ناس كده. المهم انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ عندي اجنس عربيات في وسط البلد. يا ابن اللذينة. وانت؟ يعني يا شعبولة شغال في مصنع. طب ما تيجي تشتغل معايا. اه مالي. انا بتكلم جد. ايه يعني؟ هتشغلني في ايه؟ اي حاجة مش مهم. تقف في الاجنس تسافر بره تجيب عربيات قطع غيار. اه كله ماشي. قلت ايه؟ افكر يا شعبان. هتفكر فيا يا راجل. خد الكارت بتاعه اهو.
وعد عليا واحنا هنتفاهم، هتنبسط قوي. ده انا برضو شعبان بتاع زمان. فاكر ياد ايام الترسانه والاشبال؟ كانت ايام حلوه والله. وكمان عملت كروته شعبان. ده انت بتسوق زي الجن اهو. ما فتحت العمية. لا مش شاريها له. ده لو هما بتعملها كده هتطلع على قفك، هتسيبني بس يا بطل تتعب. عادي يا مدلل عادي. بابا بابا. مع السلامة يا شعبان. مستنيك، ما تنساش يا فارس. مزعل ستك ليه يا واد؟ ازيك يا حماتي؟ الله يسلمك يا فارس. ازيك يا حقيقية والله ما فيش على ذوق غير مزيكا. ازيك ازيك ازيك؟ لحد ما تلاقوني. يلا يا رب يا ماما. مع السلامة يا فارس. مع السلامة يا شعبولة. مش كنت كلت لك لقمة يا فارس يا ابني؟ ماليش نفس. ليه اتغدت يا بابا؟ عايزه تاكليه بصاره زينا. امال هالبصاره يا واد؟ ده حتى ابوك بيحبها. بس هو لازم يتغدى عشان يعرف يلعب. صح يا بلاش لماض، كل وقت تسعد. ما تغذي الشيطان يا ابني وتلقاه البعض، الحكاية ما حبكتش لدرجات. ربنا سهل يا حماد. وهالواد يتربى في وسطيك وبطلوا عندي بقى؟ ما انا سمعت انها عاوزه تتجوز. ما هو يا ابني لو جيت للحق هي لسه صغيره، يعني لو اتجوزت ما حدش هيلومها، انتوا سايبين بعض بقالكوا 3 سنين. اهي جت. عواف على عيونك يا حبيبتي. جيتي بدري يعني. انا قطع المكنه عايز حاجه تاني. كل ساعه وثانيه بالمنظر ده وفي اخر الشهر مفيش حساب. اما والواد اللي قايل لك ده بقول لك عايز تعمل خلاص غرب بقى. لما نبقى نجيب مكنه. هنقول له ايه؟ هيروحوا في 60 داهيه بعيد عنا. لا اتغديت يا اما؟ يا بنتي لو عارفه ان انت جايه بدري كنت استنيتك. ها خليكي حضر لنفسك. تاكل؟ لا. انت ازاي بتذاكر والتلفزيون مفتوح؟ ما اعرفش اذاكر ايه لو انا شغال. خش ذاكر جوه. يلا يلا يلا. مكنة بكام؟ مكنة ايه؟ تريكو. تجيلها ب 300 جنيه، ليه؟ مثلا، شفتيني وانا راكب العربية؟ عربية ايه؟ ما انا اللي دخلت عليكم وانتوا خارجين من الشغل. ادي عربية الواد شعبان، ابن ابراهيم لوزة، فاكراه؟ سوراماتي؟ ده كان زمان. دلوقتي بقى حاجة تانية عقبال عملت. عرض عليها اشتغل معاه ب 200 جنيه في الشهر. ده حرامي وقليل الاصل. ليه؟ عايز يطرد الناس الغلابه اللي ساكنين في بيت ابوه، ما كانش كده يهدي البيت على دماغه. بس هو عايز يبيعه، كان قال لي اهو. حتى عمته اللي ساكنه فيه بقالها طول عمرها عايز يطردها هي كمان. هو محتاج فلوس اكتر من كده. مش المهم، المهم دلوقتي ان هو عرض عليا. ايه رايك؟ طب وانا مالي؟ ان شاء الله حتى تروح تسرق معاه. كان بيسرق عربيات قبل ما يبقى بيه. الحته كلها عارفاها وعارفه حكايته. على كل حال انا لسه ما وافقتش. هي حكايه الجواز دي؟ زمانه جاي كمان شويه. هو مين ده؟ عبد المجيد افندي. ودي
الدين محمد لو الحكايه دي بجد ما حدش يقبل الواد ابنك طول عمرك. اضرب ما تضرب، ما هو ده اللي انت فالح فيه. ايه اللي عملتيه ده يا دلال؟ ده كلام تقوله له يا بنتي؟ اي راجل ما يقبلش على نفسه الكلام ده. ليه بقى؟ هو ماله مالي؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه ازاي؟ ده جوزك يا بنتي. لا مش جوزي طبعا. انا هياخد 200 جنيه في الشهر، ما ياخد ان شاء الله ياخد 1000 جنيه. فاكرني حرايق. يا بنتي بلاش نشوفيه الدماغ، الجدع بيحبك وانت كمان بتحبيه. بحبه حب برص. ايه يا فارس؟ ازيك يا بيلي؟ ازيك يا فارس؟ ايوه حلو حلو. تعالى جيب قهوه. قهوه يا جميله. تعالى روح حلو قوي. الكلام ده كان زمان ايام السمنه البلدي اللي على اصله. طب انا بقى كنت بفطر ب 20 بيض. ايه ده؟ ايام السمن البلدي اللي على اصله. طب ايه رايك بقى انا مره اتراهنت مع محمود دره اللي توعى عليه يا فارس؟ مش ده بتاع البوكس؟ امال ايه؟ ده كان بطل العالم في وزن الريشه سنه 54. بس دلوقتي عنده 12 عيل كلهم في قفا بعض وشغال في شغله في المهمات وحالته اخر غلب بعيد عنك. ماله ده يا كابتن؟ ده انا يوم اتراهنت معاه على خروف مشوي. تشتريه؟ تشتريه ايه؟ ياكله. ما هو كان افترى بعيد عنك والواحد كان لسه بصحته. وحياتك وقمت بالخروف كله، ولما لقاني بقى هجمت على الخروف وقربت اخلصه كان هيتجنن. يقول لي هات حته يا مورو، اقول له لا. هات حته يا مورو، اقول له لا. عندك عيون يا فارس. وكلته كله؟ ما هو ايامها كان خروف بجنيه واحد. امال انت دلوقتي بتعمل ايه يا كابتن مورو؟ بديلها رز ومكرونه عشان تتمل. محدش سأل عليا من التلفزيون يا عربي. امال دور اخبار ايه يا كابتن مورو؟ جسمه تقل عليه ولا فيش غذاء؟ وكل ده حل على جسمه. اصل دول زي اي حاجه محتاجه تربيه وعنايه. وهو دلوقتي بيروح له شغله من بناء العباسيه على عجل، ومراته عنداه كل يوم بتملى له مخله في طرب زيت من اللي بيفرقوه على الاراضي. وطول ما هو ماشي بيقرقش فيه. مين؟ سلم؟ يا حضرة ازيك يا كابتن؟ ازيك يا سلم؟ انت لسه عايش يا تلعب يا اسماعيل؟ ما تقعد تشرب حاجة. انما اقول بتعمل ايه بورسعيد؟ بيتاجر في المستورد يا عم حاج قده. معاك ايه في الشنطة دي يا سلم؟ ولا حاجة يا راجل. بتلاقيها مليانة صابون وشامبو ومعجون اسنان. اشرب يا سلم. انا مش حاضر اشرب حاجه، اصل انا مستعجل قوي. اخبارك ايه؟ عايزينك في ماتش بورسعيد. الواد السنجا بيسلم عليك. هتدفعه كام؟ 100 جنيه. وادي 50 اهو. لا يا سلم، ده عايزين 150 جنيه. فيها سفر وشغلانه. ما هو اصل ما اصلش ولا حاجه، هي دي الخلاصه. على العموم اقول لهم. طب استاذن انا بقى. مع السلامه. سلام يا حبيبي. يعني لازم تحرجه وتقول له شرطه ومش شرطه. شوف الدنيا يا جماعه. او سلامه ده كان احسن وينج ليفت في البلد. هات رزق. ايه؟ اللي ايه؟ هتضرب عوافع على 50 جنيه هات. هنتحاسب بعد الماتش. لا معلش انا محتاجه. كفايه كده يا كابتن مورو. عندي انا العشه دي. ومش مروح؟ هروح اعمل ايه دلوقتي؟ اديني قاعد. قوم اتمشى شويه قوم. عربي. يا عميل. كام الحساب؟ كله؟ كله. 55 قرش. عيب، عيب يا كابتن. عامل ايه في الست اللي اتقتلت عندكم دي؟ انا مش عارفها. كانت 75 اهو. تشكر. زمان يا سحر.
ازاي الاحوال دلوقتي يا كابتن مولر؟ اهو يعني عندي شويه عربات خشب وشويه فوانيس كهرباء واجرهم في المتشاه وساعه كده وساعه كده وربنا بيرزقها برضه يا فارس. ايه ده؟ ايه ده يا فارس؟ دول سلف لغايه ربنا ما يسهلنا. خلاص بقى يا كابتن، ده انت خارج سابع علينا من زمان. مع السلامة. عندك كم سنة؟ 30. متجوز؟ لا. 30 سنة و متجوزتش ليه لغاية دلوقتي يا قلب؟ ظروف. عايش لوحدك في الأوضة اللي أنت ساكن فيها؟ أيوة. ليه يعني عايش لوحدك؟ بتخرج من اوضتك الصبح بدري وما ترجعش قبل نص الليل، بتعمل ايه طول الوقت ده؟ حضرتك بتسالني عن حاجات غريبه قوي. بص لي عادل لما اكلمك. يلا ما تخلينا في القضايا احسن بيه. انا اعرف شغلي كويس. قول لي، لك قرايب في مصر؟ لا. ما بتزورش حد؟ لا. ولا فيش حد بيزورك؟ لا. بتاع تجارة؟ اه. تقدر تقول لي يوم الحادثة عملت ايه بالتفصيل؟ بالتفصيل؟ ايوه. صحيت من النوم، دخلت دوره المايه، شطفت، غيرت هدوم النوم ولبست هدوم الشغل، نزلت على السلالم، قابلت البواب، صبحت عليه، خرجت على الشارع، فطرت. وبعدين؟ بعد الفطار رحت الورشه. ورشه ايه؟ الورشه اللي انا بشتغل فيها. بتشتغل ايه يعني؟ بشتغل عمل على مكنه. تاخد كام في الشهر؟ ما بقبضش بالشهر، بقبض بالانتاج. وبعدين؟ بعدين ايه؟ بعد ما رحت الورشة. انت متصور ان انا قتلتها؟ اه. يعني هما ما قدروش غير علينا عشان يحققوا معانا، ويبيتونا في التكشيبة ليه؟ هو احنا متهمين؟ فارس، انت تعرف الولية دي؟ انا شخصيا ما شفتهاش غير مرتين ثلاثة كده. هما هيقعدونا هنا كتير؟ هنفرج عنك بضمان محل سكنك، بس ما تسافرش حتة لما تدينا خبر. بقالك يومين ما جتش الشغل يعني، كنت فين؟ ايه مالك ما بتردش ليه؟ طب حبيبتي خليك في حالك. رجعت لها؟ ما انا عارف هتفضل وراك لما تجيبك على بوزك تاني. ما تستريحي يا بنتي وخليكي في شغلك، انت هتشغليني النهرزان على الصبح. صباح المدير عمرو. مين؟ المدير.
طب وايه يعني؟ يعني مفيش حد على سفيره؟ يا اخي اتلهم طراحة. بنعم فارس، الطريقة دي بصراحة ما تنفعنيش. طريقة ايه؟ الغياب كل يوم والتاني، وخناقاتك مع العمال، ده غير الزيارات اللي بتجيلك كل يوم والتاني وتطول دي، ده بقى مش نظام شغل. شغل ايه؟ انا بشتغل بالانتاج. انت فاكر الحكايه كده بقى؟ لا يا حبيبي، ثم انت كمان معطل لي مكنه لحسابك، ودي فلوس ناس، فلوس ناس وعاوزين نلمها يا سي فارس. ما اصل امبارح كنت عارف حكايه الوليه اللي اتقتلت في العماره اللي انا ساكن فيها، كانوا بيحاولوا معايا وبيتوني في التخشيبه. انا ما بتكلمش عن المره دي يا فارس، ودي مش اول مره. انا عارف انك احسن صنايع عندنا، بس دماغك مش في الشغل، دماغك في حاجه تانية. سيبك بقى من لعب الكوره دي وانتبه لشغلك. كوره بالليل؟ بالليل بالنهار قاعد بتاثر على شغلك وخلاص. اسمع يا فارس، انا بقول لك الكلام ده لمصلحتك وبس. طيب حاجه تانية؟ لا، مع السلامه. خليك يمين، خليك يمين على طول على طول. تشكر يا سعادة البيت، مع السلامة. أهلا يا فارس، هما ضربوك؟ مين دول؟ الحكومة. الأول ما سمعت إنك دخلت الحبس كان عقلي حشتني. أنت سمعت إيه؟ الجواب بتاع بيتك قال لي. أنت صدقت برضه الرزق اللي نعملها؟ اقص عليك يا فارس، دي فكرتك عني برضو. طب انا كنت لسه بجهز نفسي عشان ازورك بعيش وحلاوه حلاوه. العب امتى يا رزق؟ ايوه حرفضه، هنقوم اللعبه يا حريف. شايفين اللعب؟ شد حيلك يا طيب، نص ناس عشان النبي. يا سانجا ما تشد حيلك يا جدع. طب كده داكسين اشت عليه ومهد بيا وحديد. بقول لك هنكسب يعني هنكسب. انا معانا الحليب بتاع مصر يا جدع. والله لو معاك الجن لازم السانجا يكسب. ريا فارس ما تشد حيلك. الله جمال جاني ومحلة 49 ومحلة جميع المنزوق والأبواب. طب قولي لك هتبيع الماتش، ما تعودناش على الخيانة. ما تكبرهاش يا اسكندراني، دي حاجة هايفة. هايفة؟ دي حاجة هايفة؟ تبيع الماتش من ورايا وتقولي حاجة هايفة؟ أطلع ندوي إيه؟ تيجي أنا؟
ايه؟ خلاص؟ بقيت شمال عينك؟ ما نكسكش تاخد غص؟ ما تهربش من كلامه فارس. الله؟ يا اخي لما اجي بورسعيد انا لازم اعدي في المعديه اشم هوا. انا كل حاجه المره دي عدت. لكن خلي بالك انا رجلي دي ضاعت في حركه شقاوه سيدي. عشان ما بتعرفش تجري كويس. انا كنت احسن واحد يجري في اسكندريه. لولا الترمايه ابن الحرام خدني على غفله. انا سمعت ان انت كنت نشال ترمايه في اسكندريه، صحيح الكلام ده؟ مالك يا سولو؟ كده فارس تبيعني؟ هو انا عيل صغير؟ ده انا رايح لك لغايه مصر. انت مالك انت يا سولو؟ ازاي بقى؟ هي مش وشه برضه؟ طب اسمع، خد دول وسيبك منهم. يا جدع امسك دول اصحاب بوتيكات مع بعض امسك. حاجات يا طول الوقت مستني ليك حتتين وماشي لامك. يا الكرم اللي نزل عليك مره واحده ده. انا عندي ماتش بورسعيد. لقيت متريش. ايه مش ماشيه؟ لا لسه قدامي كام حته لازم اخلصها. طيب انا همشي دلوقتي. اخر النهار قعدت شويه اشوف الوالد. يلا يا جلال التاكسي مستني تحت بره والبندقية عمالة تعب. أصل المحلات بتقفل النهارده من الصيوم. أنا مش متفق معاك يا جلال إنك تستنيني تحت. مين ده؟ ده الأستاذ عبد المجيد خطيب نازلين عشان نشتري حاجات لبنتي. ويبقى مين حضرتك؟ اسمع مولف مالكش دعوة بيها. أنت تقعد شنطك طول ما تلفي نفسك فيها. وماله فيه وجفعته عيدك اوعى اوعى فيه. بس الراجل يا فارس الله ما لا تشغل اخوانا جدة وزولها. اسمع راجل انت لو ما رعيتش حنا هتصلك طعم اسنانك. انت فاهم؟ هي ايه الحكاية بالظبط؟ عم فارس
ازيك مال رجلك؟ انت مش عارفني؟ انا محسن. اديني النبي الراجل درز وشطه. ما هتيجي تاخد لك شنجاوتش؟ انت مين؟ انا محسن ابن عبد الحكم. ده ابن اختي على بال ما وصلت لك. تعالى خد لك شنجاوتش. تعال. ده من البلد؟ اه. ده اتاري مصر واسعه قوي يا عم فارس. خد لك شنجاوتش. ده ابن عبد الحكم؟ اه. هات شنجاوتشين كمان يا عم. قلت لك شطه ولا بلاش؟ لا حط شطه. ده انت محسن. خرب بيت. ده انا ما شفتهاش من ايام ما كنت في اللف. ابوك ازاي؟ كويس. مفهم عليك قوي. وكان نفسه يجي عشان يشوفه. استنى بس. لا والنعمه. استنى. والنعمه ابدا. ده اللي عازمك جراح يا عم فارس. خد يا عم خد. خد يا عم فارس. خد. ابوك لسه صوته حلو زي زمان. حكم كان قوي مغنى. مغنى يا عم فارس ده عجز واللي يشوفه يقول عنده يجي 50 سنه. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ هو السندوتش بكام؟ ريال. ريال؟ يا سلام. ده الاسم تبدا وبس. ده انت درس شطه. ابوك عنده ايه غيرك؟ عنده نص دس. انا البكر بتاعه. شكرني يا عم ابراهيم. شكرني يا اخويا. ربنا يسترها معاك. الراجل اللي جاب بيستناك فوق. انت عارف يا عم فارس انا كنت فاكرك اكبر من كده. اصل ابويا كلمنا عنك وعلى ايامك مع بعض. تعرف يا عم فارس انا اول مره اركب البتاع ده اهو الاسانسير ده. اول ما طلع زي ما يكون روح انسحبت كده فوق. فكرت تتعود عليه. يا جاه النبي يا مصطفى. ده انت ساكن في السماء يا عم فارس. وايه ده كله ده؟ كنت فين بقالك يومين؟ نزل ايدك. خد يا محسن افتح انت الباب. خش عشان عايز ايه تاني؟ حضرة الضغط بدور عليك من امبارح، انت كنت فين؟ سعيد بتعمل ايه؟ بيقولوا عليك حريف. خدت كام في ماتش بورسعيد؟ برضه مش عايز ترد؟ المره اللي فاتت قلت لنا انك انت مش متجوز. امال مين دلال وبكر؟ كدبت علينا ليه؟ انا ما كذبتش. انا ما جاش في بالي ان الحاجات دي هتنفعك. لا كدبت وانا عارف الصنف بتاعك ده كويس. علاقتك بابوك واهلك في البلد وعلاقتك برزق الاسكندراني وعلاقتك بسعاد زميلتك في الشغل. يا ده انت عرفت عني كل حاجه. هما طردوك ليه من اشبال الترسانه؟ انا اللي سيبت. ليه؟ انا حر. المعلومات اللي عندي غير كده خالص. انت اتخانقت مع المدرب بتاعك وعملت له تربانه في دماغه وعملوا لك محضر في الاسم وقضيه وبعد كده ضربت مراتك وعملت لك محضر برضه في الاسم ورفعت عليك قضيه تطلب الطلاق وحضنت الواد استنادا لتقرير الطبيب الشرعي اللي قال انك انت كسرت لها ضلعين في القفص الصدري والمحكمه حكمت ليها بالطلاق وبحضنت الواد. انت ايه يالا بلطجي؟ هما
طلع الفلوس اللي معاك. كم دول؟ ما عديتهمش. دول اللي في شقة الأتينة؟ فايش؟ أنا كان ممكن أحطك في التخشيبة لغاية ما نتيجة الفيش تبان، لكن أنا بقى مطمن إنك هتقع. هتقع. أنا فعلا ما قتلتهاش، مستعد أحلف لك على مصحف. ده كلامك أنت. ده صح، صدقني. قبل الجريمة بيومين كنت عندها بتعمل إيه؟ هي كانت ست طيبة وشها سمح، كانت بتفكرني بأمي. في اليوم ده لقيتها شايلة حاجات كتير، شدتهم عنها، والله العظيم ده اللي حصل. تقوم تدخل معاها الشقة وتقعد عندها حوالي ساعة؟ حلفت عليها لأشرب معاها فنجان قهوة، قعدت تشتكي من ولادها اللي سابوها واتجوزوا. بقول لك كانت بتفكرني بأمي. وأنت طبعًا قعدت تواسيها عقبال ما تلحق تشوف الشقة وتعرف مداخلها ومخارجها. أنا ما قتلتهاش. تقدر تمشي دلوقتي. والآخر مرة بقولها لك، ما تسافرش في أي حتة إلا ما تدينا خبر. خرج عبد الله معانا. ثلاث ايام، ثلاث ايام يحبسوني بتاع ايه؟ هو انا قدرت الفرخه؟ انا عارف هما مخرجينا مع بعض ليه؟ عشان نوقع بعض يا فارس. انا عارف انهم عايزين كده. فارس ساكت ليه؟ ما تقول حاجه. مخبر ورانا. انا عارف ما هيسيبونا في حالنا ابدا. هو انا قدرت الفرخه يا جدعان؟ عايزين حساب 30 قرش. مين؟ عبد الله يا الف الخراب يا دي الف ليله بيضا. ابعد عني انا تعبان. تعالى يا عم فارس. ايه اللي جرى؟ امال الراجل ده كان عايزك ليه؟ لا شويه حاجات بسيطه وخلصت يا مصر. انت ما نمتش ليه؟ انا كنت مستنيك يا عم فارس. ايه مالك يا عم فارس؟ لا اصلي متضايق شويه كده يا محسن. انت علمت يا ليلى صدى يا اولاد؟ ده انا ما كنتش عايز اقول لك. ايه في ايه؟ الباقي في حياتك يا عم فارس. مين انت؟ ما علمتش؟ معلمتش
يا ريتني ما كنت قلت لك. في ايه يا محسن؟ اصل امك اتوفت بقالها جمعه. والله يا عم فارس ربنا ريحها، فضلت قاعده في البيت 5 سنين ما تقومش من على فرشتها، وابويا كان فاكر انك هتحضر الدفن، لكن معلش اخوك المرسي وعمك مسيوني قاموا بالواجب وعملوا لها سهره بصوان. ازيك يا فارس؟ مال زرعتها قمح طلعت شاكوريا؟ ما تروق. شفتني وانا داخله عند السيد رئيس مجلس الاداره؟ ابن الايه ساكن في حته شقه يا جدع تقولش جنه وعايش فيها بطول. قال على راي المس يدي الحلق للي بلا ودان، جته وطول بعرض وفلوس ايه؟ أنا أمي ماتت. أنا عندي نص إزازة كونياك هدخل أشرب. الثانويه العامه وقلت كفايه على ابويا لحد كده، انا عاوز اشتغل في اي حاجه وهخش الجامعه. ربنا يسهل ويقول لك شغل معاك في مصر. يعني مش عارف اشكرك ازاي يا عم فارس. صباح الخير. مفيش الا اجنبي يا فارس. يلا. والله لو لك هنا انا كنت اتبهدلت اخر بهدله، لا حاجه تلحس المخ. يلا نعدي بسرعه. بس انت رجليك احسن النهارده. صباح الخير. صباح النور. المدير هو اللي عمل كده يا فارس. انا دخت معاه لكن مفيش فايده. روح انت وكلمه قول له اي حاجه، قول له انا كنت عيان. انت ليك عندنا حساب يومين، عادي خدهم من الخزنه وانت ماشي. انا حذرتك اكتر من مره لكن الصنف بتاعك ما بينفعش معاك كلام. اصل اليومين اللي فات. لا اصل ولا فصل، عدي على الخزنه خد حسابك وانت ماشي. وده مين اللي معاك ده؟ ده واحد قريبي كنت جايبه عشان اشغله معايا. تعالى. تعرف تشتغل ايه؟ انا معايا الثانويه العامه يا بيه. مش مهم الشهادات، مش مهم، انا بكلمك عن الشغل. تعرف تشتغل ايه؟ اي حاجه يا سعاده البيه. يعني اعجب سعادتك قوي حتى اسال عم فارس. على العموم احنا محتاجين عمال كتير اليومين دول. استناني بره شويه. اسمع، بتلعب كوره؟ لا بس ممكن اتعلمها بيه، اتعلمها هوي. فارس ايه؟ سبت الورشه خلاص؟ رفستها برجليك زي ما بترفس اي حاجه؟ انت ايه؟ مخلوق من ايه؟ مش ناوي تركز بقى؟ عاوزين اعمل ايه؟ قول لهم انك كنت عيان. انت ما بتحسش؟ هو انت اول واحد يغيب؟ ما يجيش منه بقى، انا اصلي شفت شغل تاني. وانا؟ انت ايه؟ ما بتحسش خالص؟ شوف بقى يا سعاد، انا اصلي ما انفعكيش ولا انفع لاي حاجه خالص. انا احسن حاجه روحت في نفسي بالحياه. استنى، ما قلتليش هتيجي الليله؟
يتجنب لما تقعد تشتكي. لسه بترقصي زي زمان؟ ارقص ايه يا فارس والنبي تسكت. هو انا يا ابني قادر اطلب طولي ابدا؟ يوم تزمار برضه يا نرجس. انا سامع ان انت لما كنت بترقصي ببالك كنت بتوقفيه على رجلي. صح يابا؟ يا مية كانت الناس فاضية وعلاها فاضية. نعم نعم يا سيبك، لما سبت الدنيا واللي عليها علشان خاطر نادي كان عقلك فاضي برضه؟ ما تروح أول ليه تعمل لنا لقمة ناكلها؟ يلا. إيه ما تشبعيش من النار أبدا. الله، هو الأكل هيطير ما لسه بدري. قول لي يا فارس، إزاي ابنك الصغير؟ ما بتجيبوش معاك ليه؟ لو وعدتني انك انت ترقصي هجيبهولك. والنبي انت دايما رايق كده، اما اروح افضل لكم الغداء. الله، انا عايز فلوس يا رزق. منين؟ ما انا قاعد قدامك اهو. بقول لك يا فارس، الناس مكلميني على ماتش كده، على مقوسهم يعني في البراجيل، ما تيجي تلعبوا؟ شوف اسكندراني، مش فارس اللي هتعمل فيه كده. الله الله، ومالك محمود كده ليه؟ اقعد كده وراوق. عليا الحرام من دراعي لو حكمت لقطعها، وانا مش هعرف زيها. فارس، خد فارس، 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 اسمع فارس، 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 اسمع امال، دراعي حلاوة، ما تراوق امال، ايه اللي معكر دمك بس؟ الله، بتهدي شويه يا فارس، انا نفسي مقطع. عايز ايه؟ عايزك تروق معايا وتفوق وانا اكلك الشهد. محتاج فلوس قد ايه؟ مش محتاج. الله، ما تروق امال يا فارس. والله انت قايل، اقول لك خد 20 جنيه هم، 30 هم، امسك امال ما تكسفنيش. الله، ده انا زي اخوك الكبير. بس ما تنساش الجمعه الجايه هنسافر البراجيل. رايح فين؟ مروح. بتيجي تاخد لك كاسين معايا يونونوك ويخلوا راسك في السما. انت عارف انا ماليش فيه. الله، يبقى لسه زعلان بقى؟ ايه، عايز نحب على راسك؟ ما تنساش الجمعة الجاية. عجلتي بالكريم 140. خليهم خمسة. 175. كنت فين؟ في السين. ازاي الواد؟ كويس. رايحين فين بعد كده؟ هنروح فين يعني؟ مروحين. موظف محترم بنضارة قاع شفشق برضه. انت هتحترم نفسك ولا لخبط لك وشك بالبتاع ده؟ وانت يا ندى مش كنت شايفاه لي عريس اكبر من الاستاذ عم جدة شويه؟ هو غار يا اخويا من وشك النحس. قلع من ساعه ما شنشنت وهو قال يا فتيك. برافو عليه، خارب بذنبك.
فرحان قوي طبعا. استنى استنى انا ماشي. خلاص الشريط بتاعك وبعدين امشي. عمرك ما هتكبر ابدا. مع السلامة نادية. فارس. عم فارس انت دريت بالإدارة؟ خلي باقي معاك يا معلم. نعم فلت يا عم. مبروك. ايه اللي حصل؟ بذمتك ما كنت تعرف مين القاتل ومخبي؟ هو انت لازم تتهمني بأي حاجة وخلاص؟ على كل حال الكلام ده مش مهم ابدا دلوقتي، لان عبد الله جارك هو اللي قتلها، ولما جينا نقبض عليه حس بينا، قفل على نفسه وعلى اولاده وعلى مراته الاوضه وهدد ان هو هيذبحهم لو اي حد قرب منه. وبما انك تعرفه وممكن يطمن لك، ممكن تخرجه من الاوضه علشان ينجي العيال. طب انا مالي انا ومال الحكايه دي؟ ده اتجنن وممكن يقتل ولاده ومراته وعاوز توقعها على دماغ انا. تتكلم كويس يالا. عبد الله عبد الله ارجع يا فارس، مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. اسمعني بس يا عبد الله، انا هتفاهم معاك. لا لا مفيش تفاهم. قول لهم كده يا خرجوني من هنا يا اما هخلص عليهم. تخلص على اولادك يا عبد الله؟ يا عارف اسمعني، انا هخليك تهرب. ما تاكلش معايا حلاوه يا فارس. صدقني يا عبد الله انا هخليك تهرب من اوضتي بسرعه قبل البوليس ما يجي. البوليس عندك مال السطوح. مفيش حد هنا يا عبد الله، هم واقفين تحت على السلم. انا هخليك تهرب من حته تانيه. انت بتضحك عليا، انا ما قتلتهاش يا فارس. ما كانش قصدي اقتلها، انا ساعتها وقعت وما كانش قصدي، ما كانش قصدي. انا عارف عارف يا عبد الله عارف. طب اسمع يا عبد الله، افتح فتحه صغيره وبص.
لو لقيت مخلوق على السطح اقفل تاني. ها؟ بصير يا عبد الله قبل الوقت ما يعدي. انت هتخرج من هنا على اوضتي على السطوح اللي جنبينا وتقفل بسرعه قبل عدده ما يزيد. يلا يلا عبد الله يلا على اوضتي على الشباك على السطوح جري يلا. لا انت بتضحك عليا. خلاص يا عبد الله انت حر هتضيع الفرصه من ايدك. يعني مفيش حد خالص؟ مفيش بس كمان شويه هيبقى فيه عبد الله. تعال تعال يلا عبد الله تعال. عملتها فيا يا بيت. ده انت عايز ما شاء الله تلافي في الواد نصاص الليالي في شوارع زي الصيح؟ مش مكفيك نفسك؟ عايز تطلعه زيك؟ والمصحف الشريف انا عايز تاخده تاني من ورايا لاكون ببلغ البوليس وقايل انك خطفت. صباح النور يا عم فارس. انا كلمت عم ابراهيم البواب واخر الاوضه بتاعت عبد الله. اصل مرات عبد الله سابت الاوضه وسافرت البلد. قال لها اجرها ب 20 جنيه. هو كان مأجرها لعبد الله ب 15 جنيه. والنبي يا عم فارس تخليه يخليها ب 15 زي ما هي. طيب يا محسن. ايه حكايتك مع سعاد يا عم فارس؟ ايه؟ ده كل يوم بتسالني عليك. وبتقول لك ارجع الشغل. هي كلمت المدير والمدير وافق. سلام بقى يا عم فارس. سلام بقى علشان الحق المصنع. على السلامة. على فكرة يا عم فارس يبان عليا بحبك قوي. سلام. اللي جابك يا واد دلوقتي؟ وانا خلاص هقعد معاك هنا على طول. وامك؟ مش عاوز اروح لامي ولا المدرسه كمان. ايه ضربتك؟ وديني النار انا رايح لها بعد كده. تعرف تعمل شاي؟ بعرف اطبخ تمام. بابا. ايه؟ انا عاوز اشتغل. تشتغل ايه؟ ميكانيكا زي الواد خالد ابن ام خالد. بواب. طب والمدرسة؟ وين المدرسة هتطلعني ايه يعني؟ مش موظف زي عم عبد المجيد؟ لا يا عم انا اشتغل ميكانيكا احسن. انت شفت عم المجيد ده فين؟ ما هو يا جنة البيت. يا ساتر عليه وعلى بنته. ما بتعرفش تعمل حاجة في الدنيا ولا بتحب السينما ولا الكورة. فالحة بس تقعد مسكالي حتة عوصة ماشية كربانة لو قربت منها تدي بالصوت. تاني مرة ينزل فيها الكومي.
طلع بقى بلاش تماحيك يا ولد. لا ده شغل النبض ده مش عليا يا سفارس. بلاش سرقة. ده أول مرة ينزل فيها الكومي. لا بقى نزل في العمارة بصرت بيه العشرة الحمرة. أنا مرة مش قادر اللعبة من العدل. أنت بتنادي لا عليا يا حرص يا فارس. مش عارف اللي امبارح شبه. سبت عليا يا كيف والله مراجع المشرحة. سبت عليا والله مراجع المشرحة. رحت لك الشغل النهارده. انت اترفدت وقريبك قال لي ان امك ماتت. ايه في حياتك؟ امال يعني ما قلتليش؟ يعني يهمك اذا كانت ماتت ولا لسه عايشه؟ امال انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفه. مش ناوي تعقل بقى وتركز لك في حته؟ امال ناوي تصرف على الواد منين؟ الواد متعلق بيك، أول مرة يهرب من المدرسة ويجيلك. أنت بتقول له إيه؟ ما بقولوش. إزاي بقى؟ أنت مش خايف على مصلحته؟ عاوزه يتعلم الزواغان من المدرسة؟ أنت كمان بتضربيه ليه؟ خايفة عليه؟ نفسي يطلع ينفع نفسه، ولا هتنفعه أنت لما يصيح؟ يلا مع السلامة. الله انت هتسيبني تمشي. انا عامله طرح على الغدا النهارده. تيجي تتغدى معانا؟ لا ماليش نفس. غدا بكره. اسمع كلام امك ياض وبطل تزوغ من المدرسه. ليه كمان بتضربني؟ انا عايز اجي معاك. ما لازم تضربك عشان بتعمل حاجات غلط. حاجه على امك ولازم تربيك. بعد كده بقى اشتغلي لوحدك فاهم؟ الله طب انا ولا معايا؟ اسمع كلام وبطل غلبه. مش هتديني استنى بكره عشان اتفرج على اهلي؟ تحب تتفرج على الاهلي ولا على ابوك؟ الله انت هتلعب بكره؟ خلي يكون معاك لغايه ما تلاقي شغل. انا معاك. ما تنساش بكره.
الباسبور بسرعه. انت مش معروف للجمارك، اول مره تسافر بره مش كده؟ ايوه. خلاص العربيه اللي تعدي بيها لك عليها 300 جنيه، ده غير مرتبك من هنا ومصاريف سفرك وكله. وما تخافش مفيش عليك خطوره. ايه هتشغلني في التهريب ولا ايه؟ حاجه زي كده والله. وهنتلم تاني يا ابو الفوارس، انا هبقى احصلك بره ونقضي ايام هناك زي زمان. فاكر ياد المره دي بقى في اوروبا وبنات اوروبا اللي ينوروا في الضلمه. قول يا ابو الفوارس عندك حاجه لينا؟
دمصر 16/5 المنزلة 16/9 رأس البر 15/7 حالة البحر والبحيرات للصيادين رأس البر سرعة رياح من 5 إلى 9 أوكتان المنزلة سرعة رياح من 6 إلى 11 أوكتان صباح الخير. صباح النور يا مؤسس. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ يعني قلقت ساعة ما انت جيت. ايه اللي اخرك كده؟ لا كنت سهران شوية كده. انت لسه برضه ما لقيتش شغل؟ لقيت. ألف مبروك. في ورشة برضه؟ لا ده شغلانة كده فيها سفر بره. الله، وشغلانة ايه دي اللي فيها سفر بره دي؟ هستورد عربيات. الله اكبر، الف مبروك يا عم فارس، اهو ده الشغل بصحيح. انت قدمت ورقة في الجامعة؟ السنة الجاية بقى، السنة دي خلاص. على فكرة يا عم فارس، سعاد دي غلبانة وبنت حلال. كلنا غلابة يا مصر. ايه رأيك؟ هايلة. مبروك عليك يا عم، بس إيجارها من مرتبك لحد ما تشتري لك واحدة. هي دي مراتك؟ أيوه. يلا اتكل أنت. مش عايز تقلت مني شلن؟ لا حاجة، مش هتركب بعض. قال لك ان انا عايز اركب. يعني هي عربية ابوك؟ ما عربية ابوك انت يا ابني، ما كنت تسيب في الهوا تقدر تروح القبر. بس يا واد انت وهو بعيد عن العربية. عايز ايه فارس بالظبط؟ احنا ليه ما زعلنا واتخانقنا؟ عمرك ما اصلقت زي المرة دي. عشان حمار ونقصك البرداعة. في حد في الدنيا يعمل اللي انت عملته ده؟ عايز تموتني؟ تعملي عقل مستديمه واسكت لك؟ ايه فاكرني هفيه؟ بعد كل اللي انت عملته ده؟ عايزني اطبطب عليك؟ مش تقديش ليه زمان؟ بقول لك ايه؟ ابعد عني احسن لك. هصوت. انا حلف اني ما ارجعلكش ابدا. حتى لو مش هتجوز خالص. والواد؟ هربيه واطلعه احسن منك ومن اللي خلفوك كمان. واذا قلت لك انا خلاص حرمت. في دق ما بيبطلوش. ابعد عني. انا هشتغل في الاجنس بتاع شعبان. هاخد مرتب كويس وهسافر بره وهاخدك معايا. ابعد عني. اتفتح يا احمد. قلت هو انت
خفت يا عرج؟ لا عطاك اعطينا يا عم. ايه العز ده كله يخرب بيتك؟ سرقها منين دي؟ ازيك يا مختار؟ ما قلتليش سرقها منين؟ بتاعتي ولا الحوجة لماتشاتك الفارية؟ ايه ده انا كنت لسه هقول لك على ماتش الاوبيسي بكرة الجمعة في عمنا برياض. مش هتيجي يا كابتن؟ هو ده اول ماتش ليك مع رزق. طب خلي بالك. سلام. سبحان العاطي من غير مناسبة. كابتن مارو. مين؟ فارس؟ رايح فين؟ اركب افسحك شوية. انت اشتغلت سواق؟ يا عربيت يا كابتن. مالك يا كابتن؟ يا اخي النهارده حصلت حاجة انما عكننتني قوي. خير؟ انت فاكر الواد لوقا كابتن شبرا؟ عارفه بقاله مدة مش باين. بنته النهارده جهت البطنية وصدقني يا فارس ما عرفتوش. حالته بقت تصعب على الكافي. ايه؟ حصل له ايه؟ بيريل واصفر ومبسوط زي الغابة. بقى واحد تاني خالص لدرجة اني ما عرفتوش. وايه اللي عمل فيه كده؟ بيقول لك دخل البطنية من 5 سنين صاحب واحد يا سيدي من تجار المخدرات شافه وهو بيلعب ومن يوم ما دخل البطنية ما خرجش منها لحد دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله العظيم. لكن ما قلت ليش جبت العربية دي منين؟ اشتغلت في اجانس. نزلني هنا يا فارس. انت مش مروح؟ اروح دلوقتي اعمل ايه؟ لسه بدري. ما تيجي تشرب شاي معايا. متشكرين يا كابتن مور. من هنا كابتن. خليك يا فارس والنبي الواحد قلبه نسي الفرحه من زمان. اهو كده نشم الهوا زي البني ادمين. هنقعد كام يوم في اسكندريه يابا؟ اسبوع بقى. مش هتاخدني معاك بره يابا؟ الا انت ما قلتليش يا فارس انت مسافر بره تعمل ايه؟ شغل يابا. ما انا فاهم شغل ايه يعني؟ هشتري عربيات من بره وابيعها في مصر. يا عيني. والنبي انا الفار بيلعب في قلبي من الحكايه دي. حاكم الواد شعبان ده ما بيجيش من وراه غير المصاري. يعني مش هتلعب كوره تاني؟ هطلعها بالثلاثه بس بعد الماتش ده. اني ماتش يابا؟ اني ماتش؟ ماتش الوداع. ايوه مخ يا مخ نضيف انت قشط عليك. ترجع تاني يا فارس. هلا يا فارس. جاي تراين ولا ايه؟ على مين؟ الحريف يا رزق. الو بيو القديم ولا الجديد؟ مفيش الا حريف واحد يا بومين. حل تعالى السؤال قالها لك. هي النتيجة كام؟ 4-0. هتخليك لما الماتش يخلص وتلعب على نضيف.
وليه؟ مين اللي غالب؟ واختار طبعا. انا هلعب مع الخسران. اهلا يا كابتن. اهلا مختار. راح شويه مخلوف. مش هتلعب تاني يابا صحيح؟ خلاص يا بابا، زمن اللعب راح.